هكذا كان المشهد قبل تدخل القوات المسلحة الملكية لطرد ميليشيات البوليساريو ووضع حد نهائي لعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع عبر معبر القرقرات الحدود الدولي بين المغرب وموريتانيا. معاناة السائقين المهنيين من مختلف الجنسيات انتهت إلى غير الرجعة بعدما كانوا يقضون أزيد من ساعة ونصف الساعة لقطع مسافة لا تتجاوز عشرات الأمتار. قام المغرب إذن بإنجاز أشغال تعبيد الكيلومترين الأخيرين في اتجاه البوابة الحدودية 55 التابعة للأراضي الموريتانية. من 2011 قبل ما يصوبوا النص ديال الكودرون الأول وأنا كندوز معاه، وكانت مكرفصة، كانت فيها الحفير، كنوحلوا تم الرملة، بزاف ديال الحوايج، كانت فيها بزاف ديال المعاناة. جاي من فاس غادي لدكار إن شاء الله. الطريق ديال المعبر اخويا من ما بين المعبر ديال القرقيرات وموريتان، الحمد لله ولات على ما يرام، اللهم لك الحمد، كنحمدو ونشكرو على هذه النعمه هذه عطاها لنا الله، يعني كنا كنتعذبوا بزاف. السائقون الموريتانيون الذين ينتقلون يوميا في الاتجاهين يؤكدون ان تعبيد هذه الطريق سيقوي من امان وانسيابيه تنقل الاشخاص والبضائع. انا سائق موريتاني ونخدم على الطريق بين موريتان المغرب، ورانا كنا شادين التمره على حساب هذه اللي خاسر، هذا القدرون اللي خاسر، وراه الحمد لله تبارك ما عندنا مشكله، شو الكاميون ماشي ما عنده والو مشكله، رانا كنا نخسروا، كنا نبانو، كنا كل شيء خلقنا، والحمد لله راه لين صلحت الطريق، هذا هو المشكله اللي كان عندنا احنا، والمغرب الله يعمرها دار، ما عمرنا رينا من السلطات المغرب مشكله، ولا الشوافريه المغربيين، والحمد لله. والمرتزقه كانوا كياخذوا من عندنا 100 درهم 4000 ريال ما بغيتيهاش، يجري عليك يهرس لك الجاج. يضربك يهرس لك التيوات ديال البرد. الحمد لله دابا سيدنا غلبنا عليهم والامور ولات مزيانه. من المحقق إذن ان معبر القرقرات الدولي اصبح امنا تماما، ودوره الاستراتيجي سيزداد بعد تعبيد هذه الطريق، وكل ذلك في خدمه رواج المبادله التجاريه بين المغرب وموريتانيا ودول غرب افريقيا ودول الاتحاد الاوروبي.